سهى. كمان الأكاروز وصل لهون؟ ليش كمان في بأمريكا؟ كراكاوز؟ أكاروز مو كراكوز. ها يمكن هو طلع من هنيك، بس بأمريكا من 5 سنين قضوا عليه تماما. ونحن إن شاء الله بنقضي عليه تمام. مو حرام؟ مو حرام هالأراضي كلها هيك؟ صدقوني لو هالأراضي كانت بأمريكا كانت عطت 4-5 مواسم بالسنة. يعني هون مو ممكن تعطي هيك يا مهندس نجيب؟ ممكن، بس بدها شغل كتير، ومعلومكن ما في شي بيجي من دون تعب وشغل. شوفوا مثلا هالشجرة هي، إذا ضلت هيك من دون علاج مستحيل تعطي دراقنة واحدة. معلوم مش رح تعطي دراقين لأنها شجرة جوز. اي بعرف انها شجرة جوز، بس بأمريكا عنا بيطعموا الدراقن على جوز. شلون؟ الدراق مع الجوز؟ ايه ايه، لدرجة انه الدراقن صار يطلع في طعم الجوز، والجوز صار يطلع في طعم الدراقن. عم قلكن شغلة بتمزع العقل. يا لطيف معلومة، شغلة بدها ذكاء يا عماي. عم قلك دوخ الخلق والعيلة، دوخوني يا ام فارس. يعني أفيش شغلي بهالضيعة عجبته؟ أفيش. وقال بده ينفض هالضيعة من شروشة، بده ينفضها. شو علاء ينفضها قد ما بده، أحسن من هالقاعدة بلا طعم. قلنا له هالشاي، قال أول شاي بده يجرب بستانهن، أول شاي، بعدين بده يجتمع معنا نحن رجال بكرة ويسألنا كم سؤال. طيب يسأل شو علاء؟ شو بعرفني شو علاء؟ قلي يا أبو فارس، البقر عنا هون كم لتر حليب بتعطي باليوم؟ يعني بتعطي شي 5 لتر بس؟ اي بس مش أكثر. أعوذ بالله، نحن عنا بأمريكا البقرة اللي ما بتزت 20 لتر حليب باليوم بيبعتوها على الدبح، هذا إذا ما عدموها إعدام فوري. يا ستار، ليش بقر أمريكا غير البقر اللي عنا؟ البقر بقر وين ما كان، بس الضرب على العقل اللي عم يفكر، على التكنولوجيا اللي عم يستخدموها، وهلأ عم يفكروا بأمريكا كيف ممكن يستغنوا عن البقر بشكل نهائي. وشلون بدهن يعيشوا بلا بقر؟ منين بدهن يجيبوا حليب ولحمة؟ اخترعوا بقرة آلية بتحلب كل يوم 40 لتر حليب، وبتاكل 2 برادة حديد. شغلتها خفيفة نظيفة، لا ريحة ولا أعطلة، لا بتمرض ولا بتموت. وعم يقولوا انهم رح يعضوا معها كفالة 5 سنين، يعني اذا خرب فيها برغي واحد هن المسؤولين عنه. يا لطيف يا لطيف تلطف. طيب بدي اسألكم، الغنمي عندكم هون كم مرة بتولد بالسنة؟ مرة واحدة. كم مرة يعني؟ اعوذ بالله على التخلف. عندنا بأمريكا اذا الغنمة ما ولدت 4-5 مرات بالسنة بيسلخوا جلدها سلخ، بيعدموها على الكرسي الكهربائي. يا لطيف يا تشعل البلد تصريف. طيب الجاج عندكم كم مرة بيبيض باليوم؟ كل يوم بيضة. بيضة واحدة بس؟ إيه لا اسمحوا لي، هذا اسمه تخلف. ليش بأمريكا كم مرة بتبيض الجاجة؟ الجاجة اللي ما بتبيض 4 بيضات باليوم بيعدموها على الخازوق. لكن على هالمنوال أكيد ديوك أمريكا بتبيض. طبعا كله بده يبيض، ما في حدا بيضل مأنزع وقاعد. لتكون عم تبيض علينا يا دكتور نجاة. لا ولو، معقولة؟ طيب كيف الدجاج هونيك ببيض 4 مرات؟ نحن بنعرف انه الدجاجة بس يطلع عليها ضو النهار بتبيض بيضة وحدة. وهنيك نفس الشيء، بس هنيك بيطلع ضو النهار على الدجاجة 4 مرات. 4 مرات؟ الدجاجة؟ إيه لكن شو مفكرين؟ معقولة 4 مرات؟ شلون بقى؟ بالخدعة طبعا، بيفوتوا هالجاجات على الإن، بس شو إن؟ بيطلع قد الضيعة على 2-3، وبعد ساعتين بيشعلوا كشافات كبيرة بتعطي ضو مثل ضو النهار. بيقوموا الجاجات شو بيفكروا؟ إنه النهار طلع، بيقوموا بيبيضوا، وبعد ساعتين بيطفوا الضو. بيقوموا الجاجات بيفكروا إنه الشمس غابت، بيرجعوا على الإن وبيناموا، وهيك بيكرروا هالعملية 4-5 مرات، والضو عم يشعل ويطفي، وهالجاجات عم تبيض. ولك يا عمي، عالم قاعدة عم تفكر وتشتغل، لك إيش هو هالحكي؟ و
ولك يا ام فارس فهميناي وفتحي مخك الصغير يلي قد الجوز اليابسة. الامريكيان مش افهم مني ولا اذكى، ليش؟ هنن فيهن مخ وعقل وبصلة سيسائية، واني كمان فيني مخ وعقل وبصلة سيسائية بعد. شو المعنى يعني؟ المعنى لازم خلي الدجاجاتنا يبيضوا 4 مرات باليوم. بس جيجات امريكا غير جيجاتنا. نفس الشيء نفس الشيء. قال غير دجاجاتنا، قال الدجاج دجاج وين ما كان وكيف من وجد. روحي قومي 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 لعند الجيران استعيري لوكسين زيادة، خايف هذاول ما يكفوناش. أبقاش لوكسات عند الجيران، ليك استعرناهم كله. قومي قومي تعاي جاي تعاي جاي، انت حملي لوكسين وانا بحمل لوكسين ومنفوت سوا على القن. امسكاي من يداني هات شوف. حقينا يا ام فارس. فيقي انت وياها وليه؟ فيقي طلع الضو حاجتكم نوم مثل الستات الاكابر. فيقي بخبخ بخبخ بخيخ بخبخ بخيخ يا اللي بدل نامي. فيق بخبخ 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 بخبخ. وبعدين يا ابو فارس ايه شو بده يصير يعني؟ قالوا بعدين، قال يعني الدجاج من رعبته بطل بيض. وصرت اني مثل بعبع الدجاج، بس يشوفني الدجاج ببطل بيض. الله يصلحك يا ابو فارس، الله يصلحك ويهديك على العمله. حدا بيعمل عملتك؟ مش انت قلت لي انه بامريكا هيك بيعملوا؟ ولا لانه الجاج عنا اذكى من جاج امريكا ما انطلطش علاه الحيلي؟ لا يا سيدي، مو لانه اذكى، كمان الجاج هون ممكن ينضحك عليه بس بالتدريج، مو خبط لزق مثل ما عملت حضرتك. كيف يعني؟ يعني هالطريقه هي لازم تتنفذ على مراحل، بدها خطه مدروسه، برنامج دقيق، متابعه انيه لحتى تزبط. انت المفروض كنت تشاورني وتسالني قبل ما تعمل اي شيء. انا بامريكا دارس وما في شغلي عندي ما إلا حل. الله يهديني على هالعملي. طيب شو العمل هلا؟ بشو؟ بالدجاج يلي مش عم يبيض. لا تخاف يا ابو فارس، شغلتك محلوله. وشلون محلوله بقى؟ يعني انت دجاجاتك هلا اصيبوا بحاله ذهول وصدمه واكتئاب من جراء الرعبه اللي اكلوها. اي مش قليل الرعبه اللي اكلوها، بتقطع الخلفه دغري. لذلك انا بنصحك انك تريحهم شوي. ريحهم؟ شلون بدي ريحهم؟ انت بتعرف تعزف جيتار؟ لا بعرف اعزف طبلة ودربكي. لا لا اوعك، الطبلة ما بيمشي حالها. انا هي المسائل كلها دارسها بامريكا. الجاج هلا لازمه موسيقى هادية لحتى يسترخي وترتاح اعصابه. موسيقى هادية؟ طيب شو رأيك يا نجاب نجاب ابن ابو نايف يعزف لنا على المنجيرة؟ لا لا شو منجيرة انت التاني، بلا ما يصير معهم نكسة وما يرجعوا يبيضوا بحياتهم. اللي انت عندك مسجلة؟ ايه عندي. شو في عندك اشرطه؟ زجل وعتابه وهواره بعد. سلو ميوزك ما في؟ ها؟ سلو ميوزك. لا شو عارف؟ ما فيش. بسيطه بسيطه، انا بعيرك شريط من عندي. روح الله يخلي لنا اياك ويكرم لنا اياك يا رب. تكرم عينك يا ابو فارس، انا اصلا ما رجعت على الضيعه الا لحتى اخدمكم ونوركم. بس يا ريت من هلا ورايح قبل ما تعمل اي شيء تشاورني. اي الا بدي شاورك يا مهندس نجاب، يعني اذا الك ما شاورتكش لمين بدي شاور؟ ها مرتي يعني. ريحوا اعصابكن يا حبيباتي، ما خمخوا على هالشريط. هلا اقتنيني انت التاني ما لقيت تحط لهم الا هالشريط لمعت هيدا؟ هي قال الاستاذ نجاي، والاستاذ نجاي مهندس دارس بامريكا، يعني مش مسخره.
اسمع مني، غير لهم هالشريط لانه الجيج اللي عنا مش مثل جيج امريكا، يعني مش متعود على هالاغاني. على شو متعود لكينا؟ يعني مثلا حط لهم شريط زغلول الدمور، ابو علي البلوديني، هيني مهنش، هيدي جمال. روحي 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 هيك. هلق انت رح تفهمي اكثر من المهندس نجيب. مهندس نجيب درس بامريكا. والله ما حيجيب اخرتنا الا المهندس نجيب. عم يقولوا انه الليلة في ساعة. يا لطيف، الله يجيرنا يا رب. وشو ناوي تساوي؟ هي يعني شو راح اعمل؟ راح انزل على البستان بالليل وشعل اسطول زفت. اخ امتى الله بده يتوب علينا من هالشغلة؟ الله وكيلك صدري طبق من كتر ما عم شم دخان اسود بهالليالي. ليش يعني انا صدري صاغ؟ كلياتنا بالهوا سوا، بس شو العمال؟ ما في غير قدامنا غير هالطريقة. سيدي بعين الله. وشو هالطريقة؟ طريقة تشعيل اسطول الزفت وحرق دواليب سيارات قديمة لحتى ترتفع درجة الحرارة وما يتأثرش الموسم بالسقعة. ليش مين قال لك انه الليلة في سقعة؟ هيك عم يحكوا، هيكين عم يحكوا، لانه الحرارة. يا ابو فارس، يا ابو فارس، انا دارس بامريكا وكل هالمسائل بعرفها. انخفاض الحرارة مو مؤشر لحدوث السقعة. هذا الحكي اللي عم تسمعه حكي متخلفين، جاهلين، عديمي الخبرة. لكن شو هو المؤشر؟ بأمريكا بيعتمدوا على عوامل كتيرة، نسبة الرطوبة بالجو، سرعة الريح، نوعية الحموض بالتربة، وآخر شيء درجة الحرارة. وأنا حسب دراستي بأمريكا اكتشفت إنه الليلة ما في سقعة. يعني روح نام اليوم وأنا مطمي؟ طبعاً طبعاً روح نام وشبع نوم، ولا بقى تعطيلي إذنك لهالمتخلفين والجهلة. إيه الله يطمنك يا أستاذ نجاب، لولاك كنت بدي فيق بنص هالليل واركض مثل المجنين وشعل اسطولة الزفت واسهر بالبستان بين الدخان والريحة للصبح. يعني الحق معك، هذا هو الفرق بين العلم والجهل. يا فارس ليش عم تفيقيني؟ قال في سقعة وكل أهل الضيعة نزلوا على البساتين، مش نازلين؟ ولك يقطع قطع أنت وأهل الضيعة، مين قالك تفيقيني؟ ها؟ إذا أهل الضيعة جنوا من جن يعني نحن مثلهم؟ من جن من جن يعني؟ مش من جن. والسقعة يا أبو فارس؟ لك ما فيش لا سقعة ولا مقعة. المهندس نجيب هي قال. هلق مين بيفهم أكثر، أهل الضيعة ولا المهندس نجيب؟ أهل الضيعة الجاهلين ولا يلي دارس بأمريكا المهندس نجاب؟ أه؟ روحي روحي، الله يرضى عليك، نامي ولا بقى تزعجينا. هاي سقعة. يا فارس، أبو فارس، يا فارس. خير يا طير؟ ولك آية الله. آي يا الله شبوها. خير خير، ليش هيك معشوق؟ قاعد ولا على بالك؟ شو ما دريت باللي صار؟ خير شو صار؟ الموسم تبعك كله سقيع. شي سقيع؟ ايه والله سقيع يا ابو فارس، والعوض بسلامتك. الله لا يوفقك يا نجيب يا ابن ابو نجيب. يا خرب عن بيتك يا ابو فارس، يا خرب عن بيتك. سقع الموسم يا ام فارس، سقيع العمى. شلون سقيع؟ يخرب بيتي، يخرب بيتي وبيت بيتي. ساعة ما تركت نشرة الارصاد الجوية ولحقت كلام المهندس نجيب.
العافية فارس. الله يعافي. قلبنا عندك. الله بيعوض لك ياه السنة الجاية إن شاء الله. لسه بعد بدي انطر للموسم الجاي. هيك الله رايد. معليش هلق انت بستانك جنب بستاني، الحيط بالحيط، ليش بستانك ما سقعش؟ لو تركته ورحت نمت ببيتي كان سقع. يعني انت كنت عرفان انه في سقعة؟ معلوم عرفان. يعني سمعت نشرة الارصاد الجوية؟ لا والله. لكن كيف عرفت؟ ها درست شيء انت؟ نسبة الرطوبة، سرعة الريح، حموضة التربة، درجة الحرارة؟ لشو كل هاد؟ أنا من طول عمري بعرف أنت السقعة، لشو كل هالعي هذا كله؟ ما شاء الله كان إلي. وشلون بتعرف بقى؟ مو أنا اللي بعرف. مش أنت؟ لا. لكن مين؟ حماري. أما سمعة، حمارك هو اللي بيعرف؟ إي نعم. هالحمار عنده حاسة قوية كتير. لما بيكون في سقعة برجع أدنيه لورا، ولما بيكون ما في سقعة بيرفع أدنيه لفوق. شو عم تحكي جد ولا عم تمزح انت؟ عم بحكي جد. هلق حمارك عرف انه في سقعة، والمهندس نجيب يلي دارس بأمريكا ما عرفش؟ مثل ما عم قلك. طيب بدي اطلب منك طلب. انت بتأمر وطلبك على عيني وراسي من فوق. شو رأيك تعطيني هالحمار يلي عندك وتاخذ المهندس نجيب يلي عندي؟